تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية. تضمنت المرحلة عرضا للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات حيث تم استعراض إجراءات التدريب التكتيكي لمراحل المشروع المختلفة. يأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.